أهلا بكم. اندلعت الحرب في أوكرانيا قبل عام لتعيد رسم التحالفات السياسية بين الدول على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الثنائي أيضا، بالرغم من وجود ميراث طويل وممتد من الصراعات والحروب. فها نحن نرى فرنسا وبريطانيا تحاولان إعادة وضع علاقتهما في مسار من الشراكة الاقتصادية والأمنية والدفاعية بعد 5 سنوات من التوتر الذي خيم على باريس ولندن جراء خلافات وصفت بالعميقة حول قضايا الهجرة غير النظامية والأمن والدفاع. فرنسا وبريطانيا اللتان خاضتا حرب 100 عام بداية من 1337 إلى 1453، وبعدها الحرب الأنجلو-فرنسية في القرن 18 تضع وراء ظهرها خلافات التاريخ والحاضر لتصيغ معادلة سياسية جديدة في أوروبا تهدف لتصنيع الأسلحة الهجومية المشتركة وقيادة المنظومة الأمنية في القارة العجوز، انطلاقا من كونهما القوتين النوويتين الوحيدتين في القارة. فهل ينجح سوناك وماكرون في تسوية خلافات الماضي، أم أن هنالك الكثير ما زال عالقا بين شطري القناة الإنجليزية؟ نقاشنا التحليلي حول هذه القمة يأتيكم بعد حزمة الأخبار من هذا المساء. إذن نبدأ حزمة الأخبار بالخبر الأبرز في هذا اليوم، حيث رحب عدد من دول العالم باتفاق السعودية وإيران على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح السفارات في كلا البلدين. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض ترحيب واشنطن بأي جهود تساعد في إنهاء الحرب باليمن وخفض التوتر في الشرق الأوسط. فيما قال وانغ يي كبير الدبلوماسيين الصينيين أن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران هو نصر للسلام. من جانبها أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، معربة عن تطلعها لأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة وأن يعزز من دعائم الاستقرار. تعليقا على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من الرياض الدكتور تركي القبلان رئيس مركز ديمومة للدراسات. أهلا بك دكتور تركي. إذن كان فيما يبدو اتفاق مفاجئ بين الرياض وطهران عقد ووقع في بكين برعاية صينية وسط ترحيب من كثير من دول العالم وتحفظ ربما أو ترحيب متحفظ عليه من قبل واشنطن. بداية كيف يمكن لهذا الاتفاق لتقريب وجهات النظر لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران أن يخفف من حدة التوتر الموجود في المنطقة؟ أحييك أخي الكريم وأحيي السيدات والسادة المشاهدين لقناتكم الموقرة. عذرا احنا الليلة ماطرة والرعد ربما يؤثر على 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 الصوت. لا تفضل، الصوت مسموع بوضوح. انما طبعا اليوم تم تدشين اتفاق بين المملكة العربية السعودية وبين جمهورية إيران الإسلامية برعاية صينية. طبعا أنا أعتقد أن هناك يعني من ناحية قبول الحوار أساسا لم يكن مفاجئا، لأن هناك 5 جولات أساسا صحيح سبقت هذا اللقاء اليوم وهذا التدشين الذي تم في بكين. 5 جولات ما بين 2021 ل 2022 يعني لعبت سلطنة عمان دور ولعب جمهورية العراق كذلك دور في هذا الصدد، ومشكورين ومثمنين
حقيقة على جهودهم. اليوم ذكرت الصين هذا الاتفاق، الحقيقة هو ناتج من رغبة صينية بالأساس للتدخل وحل هذه المشكلة بين المملكة وبين إيران، وقوبلت بالإيجاب والقبول من قبل الإيرانيين والمملكة باركت. واليوم لله الحمد يتم التوقيع على هذا الاتفاق. طبعا هو سيلحق عملية تعيين السفراء، لقاء بين سمو وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وكذلك وزير خارجية إيران لتطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع. كما نعم. تفضلت، هناك ترحيب دولي من الدول الفاعلة في العالم، رحبت دول الجوار كذلك، رحبت دول المنطقة ككل رحبت. ولا شك نأمل أن ينعكس إيجابا، وهو المأمول كذلك، على علاقات المنطقة ككل وعلى الاقتصاد العالمي، بحكم المملكة العربية السعودية أكبر منتجة للنفط في العالم، والمنطقة كذلك هي منطقة رئيسية أساسا في يعني دورة الاقتصاد العالمي ككل. ماذا يضمن تنفيذ هذه الاتفاقات، هذه البنود التي وقعت بين طهران والرياض فيما يتعلق بالخلافات التي كانت موجودة بينهما، وأيضا تأثير ذلك على القضايا أو الأزمات الموجودة في المنطقة؟ والله أنا أعتقد أنه الصين لها مصلحة رئيسية، تعرف عندهم استراتيجية الحزام والطريق. صحيح. الصين ضخت إلى هذه اللحظة التي نتحدث أنا وأنت فيها أكثر من تريليون دولار في هذه الاستراتيجية. جزء من هذه الاستراتيجية إذا ما كانت على مسارين بري وبحري، المسار البحري وبالذات المسار الجنوبي يمر بمنطقتنا، ومن مصلحة الصين بالدرجة الأولى أن توظف علاقتها مع إيران في ضمان حقيقة تطبيق هذا الاتفاق وعدم النكوص فيه أو عدم التصرف كما عهدنا الإيرانيين أحيانا كتجارب سابقة في مسألة النكوص أو تفسير الاتفاقات بطريقة أو بأخرى، لأن هناك كما ذكرت لك مصلحة صينية بالدرجة الأولى، كذلك مصلحة سعودية، لدينا كذلك رؤية مصلحة للمنطقة، رؤية المملكة 2030 مصلحة للمنطقة ككل. مصر تستفيد لأنه كذلك جزء من هذا المسار، كذلك عندما يكون هناك بيئة بحر أحمر آمن وكذلك خليج عربي آمن، هو ينعكس كذلك على تدفق البضائع والنفط والحركة التجارية عبر قناة السويس، وبالتالي إضافة إلى مسألة خفض الكلفة الأمنية في مسألة إذا كان الوضع يعني تسير الأمور في وضع غير طبيعي، وبالتالي كذلك مصلحة إيرانية. أعتقد إيران نفسها خاضت تجارب طويلة ولم تحقق من أهدافها إلا التوترات في المنطقة، ويعني إقلاق الأمن ويعني تعطيل للمصلحة الإيرانية بالدرجة الأولى. الشعب الإيراني نفسه يعاني، شعب ثائر اليوم على النظام، وهو نتيجة كذلك عدم يعني استفادته من أي ميزة تنموية، إنما اليوم يؤمل كذلك، وبالذات أن لدينا تجربة في المنطقة التنموية محفزة ومشجعة وملهمة، وبالتالي يستطيع الشعب الإيراني أن يحاكي هذه التجربة. هل تتوقع الرياض أي خطوات مبدئية من باب يعني النوايا الطيبة، من باب بناء الثقة بين الرياض وطهران في الأزمات الموجودة سواء كانت في اليمن أو حتى تلك الموجودة في لبنان؟ طبعا أخي الكريم، مسرح أنا بالنسبة لي كمراقب، مسرح الأحداث الحقيقي لإثبات حسن النوايا، أنا أعتقد أنه المسرح اليمني. تعرف الحوثيين يتلكؤون في تنفيذ الهدن، كذلك الجهود الأممية سواء الأممية أو حتى المبعوث الأمريكي أو الجهود السعودية، جهود سلطنة عمان، محاولة الدفع
الحوثيين إلى طاولة المفاوضات مع الشرعية في اليمن تقابل كذلك بتعنتات واشتراطات الاشتراطات يعني، ونحن نعلم يقينا أنه الحوثي لا يملك قراره، وبالتالي التأثير أساسا بالدرجة الأولى يأتي من طهران، وبالتالي إثبات حسن النوايا أنا أعتقد يتجسد على المسرح اليمني بالدرجة الأولى. نعم. إذا ما تحقق هذا الأمر فإحنا نعتبر أنفسنا أمام خطوات فعلية تطبق على أرض الواقع وتترجم حقيقة نوايا خيرة اتجاه الدفع بالعلاقات، وبالذات أن العلاقات اليوم من خلال البيان اللي أنتم أكيد اطلعتوا عليه صحيح. عدة مسارات، يعني ليس الأمن المسار الأمني هو الوحيد فيها، هناك علاقات دبلوماسية رياضية ثقافية تعاون أمني كان معطل في السابق وفق التعاون الأمني بين المملكة وبين إيران، وكل هذه صحيح. لها هو إذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية بجميع محدداتها وأبعادها بين الرياض وطهران. الإتحال دكتور تركي القبلان رئيس مركز ديمومة للدراسات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا. نذهب مشاهدينا الأعزاء في هذا الخبر إلى العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث أعلن رئيس شركة باغنر الروسية أعلن افتتاح 42 مركزا للتجنيد الجديد في أنحاء روسيا لضم الشباب المقاتلين في أوكرانيا، وذلك بحسب بيان نشرته شركته القابضة كونكورد. وميدانيا واصلت القوات الروسية اليوم محاولات تأكيد السيطرة على الأقاليم الأربعة التي استحوذت عليها في شرق أوكرانيا بقصف مكثف بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، فيما قالت أوكرانيا إن دفاعاتها أسقطت العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية، معلنة إسقاط طائرة سو 27 أوكرانية فوق دونتسك خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الطائرات التي تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى 400 طائرة. إذن ينضم لنا عبر خدمة سكايب من بياتغورسك ديمتري بريغا الباحث السياسي. سيد ديمتري أهلا وسهلا بك في هذا المساء. إذن هناك مراكز للتجنيد فتحت مؤخرا كما يقول رئيس شركة باغنر، 42 مركز للتجنيد تم فتحها في جميع أنحاء روسيا وفي مدن روسية مختلفة، ما الذي يعني ذلك؟ هل يعني أن القوات الروسية ربما تريد المزيد من القوات؟ هناك ضعف القوات الروسية على الجبهة الأمامية في أوكرانيا؟ مساء الخير، تحياتي لكم للسادة المشاهدين. أعتقد بكل تأكيد الآن قوات باغنر يعني إذا ما تحدثنا عن معلومات غير رسمية فبكل تأكيد لديها خسائر، ولذلك ذهبت للتجنيد أو جلب مزيد من المتطوعين أو القوات إلى قوات باغنر. يعني يجب أن نفهم لماذا تستعمل الآن موسكو قوات باغنر. قوات باغنر يعني هي ليست قوات رسمية، هي شركة أمنية خاصة وأيضا شركة تجارية لديها مركز في مدينة سان بطرسبورغ الروسية والتي تعمل أيضا في التجارة. فواضح بأن تجنيد جنود أو جلب قوات جديدة من مدن مختلفة في روسيا الآن مهم لي يعني لقوات باغنر، إن كان في باخموت أو في مناطق أخرى، لأن الآن هناك معارك حاسمة، لأن هناك الآن قتلى، ولذلك جلب وتدريب هذه القوات. اولا راينا كان هناك يعني جلب لقوات من مختلفه لقوات باغنر بعد السجناء، الان يعود موضوع تطوع في قوات باغنر، لان الجنود او الذين وصلوا من السجون الان يعني تم اعطاء لهم الحريه، تم يعني قاتلوا مع قوات باغنر لمده سنه، ولذلك حصلوا على يعني ما كان يعني يتحدث عنه يفغيني بريغوجين بأن السجناء الذين يقاتلون بجانب قوات باغنر سوف يحصلون على حريتهم بعد قتالهم لمدة معينة. الآن هذه يعني من كان وصل من الجنود أو من قوات باغنر من السجون الآن يعني ليس موجود في ساحات المعارك، والآن جالك يعني جلب متطوعين أو جنود جدد إلى قوات باغنر. رغم ما تقوله سيد ديمتري، لكن يبدو أن قوات باخموت
أوشكت على السيطرة أو عفوا قوات فاغنر أوشكت على السيطرة على مدينة باخموت بالرغم من يعني هناك تصدي كبير من قبل القوات الأوكرانية حول هذه المدينة، لكن فيما يبدو من الأخبار الأتية من هناك أن القوات الروسية وعلى رأسها القوات غير النظامية لفاغنر أوشكت على السيطرة على هذه المدينة. هل هناك تعارض بين ما تقوله وبين ما يحدث ميدانيا؟ يعني أولا يجب نفهم لماذا هناك مقاومة كبيرة للقوات الأوكرانية. هذه المعركة التي تحدث الآن في باخموت هي مهمة لقائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، والذي يعني يعتبر هذه يعني صمود باخموت أو بقاء قوات الأوكرانية في باخموت وانتصار شخصي له إذا ما سلمت المدينة بسرعة، ولم يستطيع أن يقدم الجيش الأوكراني نوع من التضحية في هذه المدينة، فهذه خسارة كبيرة لقائد القوات البرية الأوكرانية. لذلك أيضا يعني قوات فاغنر تحاول أن تحسم المعركة عسكريا، يتم تمشيط المنطقة كما كان في سوليدار عندما تم تمشيط المنطقة، وكان هناك أخبار متضاربة إذا السيطرة على سوليدار، لأن هناك يعني مناجم تحت الأرض وهناك يعني مناطق مختلفة كانت عليها القوات الأوكرانية. أيضا لا ننسى بأن يتم السيطرة على المناطق هذه بيت بعد بيت، يعني كما تحدث يفغيني بريغوجين صعب التقدم، هناك عدة خطوط دفاع للقوات الأوكرانية والتي تستعملها لتصدي الهجوم الذي هجوم قوات فاغنر. قوات فاغنر دائما تستعمل استراتيجية في عدم استسلام في هجوم، هي دائما تهاجم على القوات الأوكرانية لكي تضرب خطوط الدفاع الأوكرانية، وبذلك تستطيع كسر خطوط الدفاع والدخول إلى العمق، وهذا ما يحدث الآن وحدث في سوليدار وحدث في باخموت. هل الخلاف بين مجموعة فاغنر والقوات النظامية الروسية وصل مداه إلى الجبهة الأمامية سواء في باخموت أو عدد من المدن التي ربما تحارب فيها قوات فاغنر؟ ربما استمعت منذ أيام إلى التسريبات، وحتى في على صفحته الشخصية رئيس مجموعة فاغنر قال بشكل واضح واتهم القوات الروسية بأنها تقوم بإخفاء السلاح بعدم تزويد قوات فاغنر بالأسلحة والمعدات العسكرية وما إلى ذلك. إلى أي حد وصل هذا الخلاف بين فاغنر والقوات النظامية الروسية؟ يعني يفغيني بريغوجين كان يتهم بعض القادة في الجيش الروسي بعدم تسليم أو إرسال الأسلحة أو الذخائر إلى قوات فاغنر، واتهم بعض القادة، وواضح بأن هناك نوع من التنافس بين القادة في يعني قيادة كان الجيش الروسي ويفغيني بريغوجين. هو يحاول أن يبرز دوره بأن قوات فاغنر هي التي تبرز أو تلعب دورا مهما في سير المعارك. ايضا حتى في السياسه هو ايضا انتقد والي مدينه سان بطرسبورغ في الشؤون السياسيه، وانتقد بعض الشخصيات السياسيه ايضا. هناك نوع من التنافس السياسي، نوع من التنافس على ابراز الدور، لان قوات فاغنر بكل تاكيد الان هي التي تلعب دورا مهما في سير المعارك في اوكرانيا، هي تلعب دورا مهما في حرب الشوارع، هي متدربه على حرب الشوارع، هي قادت معارك في سوريا، وايضا هناك حديث بانها كانت موجوده في دول افريقيه مختلفه. اذا قوات فاغنر هي تجيد حرب الشوارع، هي تجيد كيف تدير المعارك، هي تجيد كيف يعني تدرب قواتها وتجند هذه القوات. لذلك يعني الان قوات فاغنر تبقى قوات الاهم ل يعني القوات المشتركه الروسيه. ولا ننسى بان كما قلت هناك سجناء سابقين، هناك يعني ايضا إذا ما تم قتل جنود التعبئة الجزئية هذا قد يسبب مشاكل في الداخل، قد يحدث هناك نوع من إذن هو نوع من عمليات الإحلال والتجديد داخل صفوف فاغنر. تفضل بالبقاء معي سيد بريغا، نذهب الآن إلى كييف، انضم إلينا عبر سكايب من هناك السيد محمد البابا الكاتب المتخصص في الشؤون الأوكرانية. أهلا بك سيد محمد. إذن القوات الأوكرانية لا تزال تتمسك بمدينة باخموت، لا تزال تصد ما تقول أنه عدوان روسي وقوات فاغنر على هذه المدينة، برغم من أن الأخبار التي ترد إلينا ميدانيا تقول أن القوات الروسية أوشكت على السيطرة على كامل هذه المدينة، مدينة باخموت في شرق أوكرانيا. لماذا تصر حتى اللحظة طوال 7 أشهر تقريبا من المناوشات والحروب في هذه المدينة؟ لماذا تصر القوات الأوكرانية على التمسك بهذه المدينة؟ نعم، يعني القوات الأوكرانية تدافع عن أراضي أوكرانية، فلذلك هي تصر على الدفاع عن مدينة باخموت التي هي مدينة أوكرانية. وأيضا المعلومات التي يعني لا أعلم من أين وصلتكم، يعني الجيش الروسي وقوات فاغنر أصبحت يعني دون شك أو أدنى على السيطرة على مدينة باخموت، هذه معلومات غير صحيحة. بحسب مصادر في وزارة الدفاع الأوكرانية، القوات الأوكرانية لا تزال تقاتل في جميع
مراكزها باستثناء المنطقة الشرقية لمدينة باخمون. لماذا المنطقة الشرقية؟ لأنها هي أحياء سكنية في منازل صغيرة، وهذه المنازل أصبحت مدمرة بشكل كامل، وأصبح لا جدوى لوجود القوات الأوكرانية في تلك المواقع، خاصة أنها أصبحت مدمرة بشكل كامل، أن المدفعية الروسية تدك تلك المنطقة بشكل كامل، وأيضا أصبح أسهل عندما قامت تراجعت القوات الأوكرانية من تلك الأحياء، لذلك تقوم باستنزاف قوات فاغنر. منذ حوالي شهر ونص حتى الآن خسرت قوات فاغنر ما يفوق عن 15,000 مقاتل فقط في محيط مدينة باخمود وفي منطقة سوليدار، وفي تلك المنطقة التي تقاتل بها القوات الأوكرانية. أنت ذكرت مدينة سوليدار، هذه المدينة القريبة من مدينة باخمود والتي استطاعت القوات الروسية السيطرة عليها. نعم، ذات الحديث كانت القوات الأوكرانية تقول على مدينة سوليدار، وفي نهاية الأمر تم السيطرة عليها من قبل فاغنر والقوات الروسية، وذات الأمر ربما يتكرر أو شبيه منه يتكرر في مدينة باخمود، أليس كذلك؟ نحن أولا ما أشرح لك أن طبعا. القوات الأوكرانية وبحسب المعلومات، بحسب يعني الفيديوهات التي تصل إلى جميع العالم عبر يعني وزارة الدفاع الأوكرانية، عبر الكتائب التي تقاتل في مدينة باخمود، حتى هذه اللحظة الجيش الأوكراني لا يزال يسيطر على المساحة الجغرافية الأكبر لمدينة باخمود. فقط الأحياء الشرقية التي تقع شرق نهر باخمودسكي تراجعت منه القوات الأوكرانية، وكما قلت لك تقوم القوات الأوكرانية باستنزاف مجموعات فاغنر، ونتيجة هذه الاستنزافات التي حصلت من يعني تدمير لعتاد عسكري روسي أو فاغنر، من ضحايا بالمئات، وكما تعلن وزارة الدفاع الأوكرانية بشكل يومي يعني القتلى من مجموعات فاغنر فقط في محيط باخمود يتجاوز 400 إلى 500 جندي بشكل يومي. معركة باخمود إن استمرت على هذه الحال ربما يمكن القول 3 إلى 4 أشهر لا تستطيع، أو ربما خلال 3 أو 4 أشهر إن لم يقم الجيش الأوكراني بهجوم مضاد ربما ستسقط. لكن القوات الأوكرانية لديها الآن استراتيجية، محاولة الحفاظ على أكثر قدر يعني من المساحات الجغرافية أكثر قدر ممكن، حتى تستطيع القوات الأوكرانية، وكما قال اليوم ميخائيل بودولاك أن الجيش الأوكراني خلال شهر إلى شهرين سيقوم بهجوم استعادة الأراضي. وكما تعلم هي المعركة الأطول منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معركة باخمود. على أي حال شكرا جزيلا من كييف الأستاذ محمد البابا الكاتب المتخصص في الشؤون الأوكرانية، وكان معنا أيضا من روسيا السيد ديمتري بريغا الباحث السياسي، شكرا جزيلا لكما. أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم على أن مؤتمرا دوليا للمانحين سيعقد في 20 مارس في بروكسل لجمع أموال للسكان المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي. وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن المؤتمر سيضم الجهات المانحة الدولية لإظهار الدعم الكبير للبلدين، وهناك دعوة وجهت للشركاء الدوليين والمانحين العالميين لإظهار التضامن عبر تقديم وعود تتناسب مع مدى الأضرار ومدى حجمها. ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من باريس الأستاذ علي المرعبي أمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب العرب، أهلا بك أستاذ علي. المفوضية الأوروبية إذن ستعلن عن مؤتمر دولي للمانحين من أجل المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وفي تركيا، هل هناك دولة في حاجة إلى هذه المساعدات أكثر من غيرها؟ أو سؤال بشكل وضوح، هل هذا المؤتمر ينصب أو منصب جهوده على ما يتعلق بدعم سوريا أم التضامن السياسي والإنساني لتركيا؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. هذا المؤتمر كان مقرر أن يعقد في 6 هذا الشهر، ومن ثم أجل إلى 16 الشهر هذا، ومن ثم أعلن لاحقا عن تحديد موعد نهائي لأنه يوم 20 آذار مارس الجاري. هو المؤتمر يعني الدعوه لإله من اجل مساعده تركيا وسوريا وتقديم دعم لإلهم بسبب الزلزالات التي ضربت البلدين مؤخرا، وهذه الدول والجهات المانحه ستجتمع في بروكسل كما هو مقرر، وستقوم بتقديم يعني مساعدات ماليه وعينيه ايضا لكل سوريا وتركيا. هناك إشكالية فقط تتعلق بسوريا، وهي أن الاتحاد الأوروبي لم يقوم بتوجيه دعوة للحكومة السورية ولا للمنظمات
التابعة للحكومة السورية. لأن التبرير عندهم تبريرين، التبرير الأول أنه سوريا عليها عقوبات ما بيقدروا يدعوها على الاتحاد الأوروبي، وسبب آخر أنه ما في يعني ضمانات لوصول المساعدات إذا ما سلمت للحكومة السورية أنه تتوزع على جميع المتضررين، سواء داخل المناطق اللي بتسيطر عليها الحكومة السورية أو خارجها اللي تحت يد المعارضة. وليس ذلك تسييسا للأزمة؟ لا، هو مش تسييس للأزمة بقدر ما هو فعليا أنه هناك شفافية بالموضوع، ويبحثوا عن ضمانات لوصول المساعدات للمتضررين اللي ما زالوا بالخيام وبمناطق التجمع واللجوء وإلى آخره. فهن لا ينظروا للموضوع من جانب سياسي مطلقا، ولكن من جانب طيب إنساني. إذا لم تكن المفوضية تنظر لهذا الموضوع من جانب سياسي، لماذا لم لا تدعو الجمعيات الأهلية، الجمعيات الخيرية في سوريا في المناطق التي تسيطر على الحكومة السورية من قبيل الهلال الأحمر العربي السوري المشاركة في هذا المؤتمر؟ والمفوضية الأوروبية ذاتها تستطيع إدخال هذه المساعدات من قبل أو إلى مناطق الشمال الغربي السوري من خلال تركيا. هي المفوضية الأوروبية لا تمتنع من استدعاء الجمعيات حتى داخل مناطق النظام، هن شرطهم أن لا تكون مرتبطة بالنظام السوري. أما الجمعيات المدنية العادية فسيتم تقديم المساعدات لأنها مثل ما أرسلت طيب. خلال الأيام الماضية مساعدات عبر مطار حلب ومطار دمشق هي الجمعيات المدنية اللي ليس لها علاقة بالحكومة السورية، وتم توزيع مساعدات كبيرة جدا. وأنا أعتقد أنه هذا المؤتمر المانحين سيكون فرصة لتجديد الدعم للمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية والتي كانت خسائرها. ما المتوقع من هذا المؤتمر أن يجمع؟ المفترض أن يعطي نتائج. أنا شخصيا لا أعول كثيرا على المساعدات التي ستنتج عن هذا المؤتمر، ولكن مثل ما بنقول بالمثل العام البحصة ممكن أن تسند خابية، فأي تقديم أي مساعدة هي يعني تخفف من الأزمة التي يعاني منها المهجرين الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الزلزال الكبير، وهذا يكتسب أهمية كبرى من جانب إنساني وأخلاقي. نعم. أيضا الأستاذ علي المرعبي أمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب العرب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات. نذهب إلى ألمانيا حيث أفاد مراسل القاهرة الإخبارية أن الشرطة الألمانية تجري عملية أمنية لتحرير رهائن يحتجزهم شخص في مدينة كارلسلورا، في مؤكدا أن العملية الأمنية لا تزال مستمرة وأن المحتجز للرهائن طلب فدية قدرها 1,000,000 يورو لتحرير الرهائن. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من برلين الزميل عربي مرزوق مراسلنا من هناك. عربي أهلا بك في هذا المساء، ما التفاصيل بشأن هذه العملية الأمنية؟ همام، المعلومات التي وردت إلينا منذ لحظات أن هناك دوي انفجار سمع على باب هذه الصيدلية، غير متوفر حتى هذه اللحظة إن كانت قوات الشرطة بالطبع قد تدخلت وقامت بتحرير الرهائن واحتجاز هذا الشخص أم لا. حقيقة هذه المعلومات ستظهر خلال الدقائق القليلة المقبلة، ولكن المعلومة الأخيرة التي ظهرت أن نفس الصيدلية وتسمى صيدلية كونغرس يوم 26 يناير الماضي، شهر قبل الماضي، كانت هناك عملية سرقة لشخص مقنع دخل بسلاح يشبه المنشار وقام بالتعدي على صاحب الصيدلية في محاولة لسرقة لتر من إحدى المواد المخدرة الميتادون، وهي مواد مخدرة يعني على جدول المواد المخدرة هنا في ألمانيا لعلاج الألام المستعصية، الألام السرطانية وما إلى ذلك. فيبدو أن هذه الصيدلية لديها تاريخ في هذه الأمور، وذهب بعض المحللين أنه ربما نفس الشخص أو شخص آخر يعني لديه حالة إدمان، كان يحاول أيضا هذا الأمر مرة أخرى وتسبب في ذعر وأزمة داخل الصيدلية وجرى الأمر وقام باحتجاز رهائن وطلب 1,000,000 يورو، لأن بعض التحليلات تتكلم لماذا 1,000,000 يورو، ربما 10 ملايين يورو، يستطيع أن يطلب حتى 100,000,000 يورو إذا كان جاد في هذا الأمر.
فعلا، ولكن على ما يبدو أنه شخص مدمن حسب التحليلات التي جاءت في هذه اللحظة. ولكن من المفترض أن تخرج معلومات بعد دقائق بسيطة، هل قام بالفعل قوات الشرطة بتحرير الرهائن أم لماذا ظهرت أصوات دوي انفجار في اللحظات القريبة الماضية؟ الربط بين الحادثين مجرد توقعات، أليس كذلك؟ بالضبط، الربط بين الحادثين، حادث الأمس في هامبورغ واليوم، يعني هي محض مصادفة. لا، كنت أقول الربط بين الحادثين، الحادث الذي جرى في ذات الصيدلية في شهر يناير الماضي والحادث الذي جرى اليوم. بالطبع، يعني هو ربما الربط بين الحادثين، حادث 26 يناير واليوم، وربما نفس الشخص أو شخص صديق له أو مجموعة من المدمنين في هذه المنطقة تحديدا حاولوا هذه المرة أيضا التعدي على الصيدلية لسرقة بعض المواد المخدرة. دي بعض التحليلات التي ظهرت نتيجة علم قوات الشرطة وعلم الصحفيين بما تم يوم 26. إذن فيما يبدو عربي أن هذه الجريمة، هذه العملية ليست عملية إرهابية، هي فقط جريمة جنائية في ألمانيا. حتى هذه اللحظة قوات الشرطة أو المتحدث باسم الشرطة في مدينة كارلسروة الواقعة في جنوب غرب ألمانيا على الحدود الفرنسية تقريبا نهر اللين، لم يتحدث عن أي عملية إرهابية. هي عملية احتجاز رهائن تمت قبل 5 ساعات تقريبا، لم يتم الإعلان أيضا عن عدد الرهائن داخل الصيدلية أو حتى عدد الأشخاص الذين قاموا بالجاني الذين قاموا بحجز الرهائن، هل هو شخص أم شخصين أم 3 أشخاص. الأمر أيضا كان غريبا، لماذا صيدلية تحديدا؟ لذلك حتى هذه اللحظة التحليلات تقول ربما أن الجاني هو شخص ربما مدمن كان يحاول سرقة بعض المواد المخدرة من الصيدلية، ولكن تصاعد الأمر عندما رفض صاحب الصيدلية والعاملين في الصيدلية هذا الأمر. نعم. وقاموا بالاتصال بالشرطة فقام باحتجاز ربما العاملين داخل الصيدلية وربما مشتري أو مشترين آخرين. لا توجد أي توقعات ربما على 10 رهائن أو 15 رهينة، ربما هو عدد قليل فعلا. الشرطة الألمانية تقول أنها ألقت القبض على مشتبه به في احتجاز هؤلاء الرهائن في الصيدلية، لكن متطرق الشرطة إلى وضع هؤلاء الرهائن وإذا كانت هناك إصابات أم لا. على أي حال سنعود إليك لاحقا عربي مرزوق مراسلنا من برلين للحديث حول هذه العملية الأمنية التي تقوم بها القوات الأمنية الألمانية من في محاولة الإفراج عن رهائن محتجزين بإحدى الصيدليات كانوا قد احتجزوا منذ 5 ساعات، ولا تزال هذه العملية الأمنية مستمرة. منذ قليل الشرطة الألمانية تقول أنها قامت بإلقاء القبض على مشتبه به في هذه العملية. شكرا جزيلا على إيثحال. نذهب إلى فلسطين، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص مستوطن شرق قلهيقلة، وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد ذكرت أن مستوطن أطلق النار صباح اليوم صوب الشاب وهو من قرية سينيريا في محيط مستوطنة إسرائيلية، وقد احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيد. وفي سياق آخر وفي الداخل الإسرائيلي، دعا زعيم المعارضة يائير لبيد إلى وضع دستور جديد لإنهاء الأزمة الحالية التي تعيشها إسرائيل. وكتب لبيد تدوينة موسعة في فيسبوك صباح اليوم الجمعة، قدم فيها الخطوط العريضة التي يعتقد أنها ستؤدي إلى نهاية الأزمة القضائية التي تسير فيها الحكومة الإسرائيلية. إذن تنضم إلينا من رام الله ولاء السلامين مراسلتنا من هناك، أهلا بك ولاء. إذن التصعيد لا يزال مستمرا منذ بداية العام حتى هذه اللحظة، ما الأوضاع الأمنية لديك في الضفة الغربية بشكل عام؟ نعم، يعني اليوم يوم الجمعة هو يوم غضب في جميع أنحاء محافظات الضفة الغربية، من بلدة الضلوع في بيت لحم وإلى الآن اندلاع مواجهات في بيت أمر، حيث تم إصابة شاب برصاص ما يسمى بالتوتو، وأيضا 5 آخرين بالغاز المسيل للدموع، وأيضا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت التي تم استهداف الشبان. نتحدث أيضا عن اندلاع مواجهات في بيتا و51 إصابة أعلنت عنها طواقم الهلال الأحمر التي تعاملت معها هذا اليوم، أيضا في بيت دجن في المسيرة الأسبوعية إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الغاضبين نحو أراضيهم المحتلة. ونتحدث أيضا عن اندلاع مواجهات في جميع محافظات الضفة الغربية، ولا سيما أيضا المناطق التي تقوم قوات الاحتلال بالتهام مزيد من الأراضي الفلسطينية، على سبيل المثال أيضا المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم تم إصابة 3 شبان واستشهاد شابين من مدينة قلقيلية. نتحدث عن
عبد الكريم الشيخ الذي أطلق مستوطن رصاص بحجة أنه كان يعني يريد تنفيذ عملية في محيط منزله الذي يبني عليه هذا بناء منزل خاص له، وكان أيضا يعني قبل أيام تم الاعتداء عليه بالغاز الفلفل وتم رشه من قبل 3 مستوطنين. الآن نتحدث عن عبد الكريم الشيخ الذي أعدم بدم بارد برصاص المستوطن من بلدة سنيريا، ومن ثم تم الإعلان من قبل وزارة الصحة عن استشهاد أمير عودة وهو طفل تم استهدافه برصاص حي في البطن وتم نقله إلى المستشفى، ومن ثم تم يعني إعلان استشهاده بعد دقائق من دخوله إلى المستشفى، مع وفاة أمير يبلغ عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية عام 2023 ولغاية الآن 81 شهيدا، 15 منهم أطفال وسيدة والآخرين يعني تم ارتقائهم برصاص قوات الاحتلال. لا زال التصعيد مباشر من قبل قوات الاحتلال، يعني حالات الاعتقال دائما تكون مستمرة بين ليلة وضحاها، يكون استمرار لعمليات الاعتقال لشبان الفلسطينيين وأيضا مداهمة منازلهم في الليالي لاعتقال الشبان الفلسطينيين. هذا ما حدث في مدن الضفة الغربية بالتحديد. هل هناك أي دعوات من القوى السياسية الفلسطينية لإجراء أي فعاليات صباح الغد؟ أعيد السؤال. كنت أقول هل هناك أي دعوات من القوى الفلسطينية القوى السياسية الفلسطينية لتنظيم فعاليات صباح الغد؟ يعني سيكون هناك العديد من الفعاليات وخاصة ل يعني مساندة للأسرى البواسل داخل معتقلات الاحتلال. اليوم كانت هناك مسيرة غاضبة أيضا في طول كرم وهي ضمن سياسة الاحتلال التي ممنهجة التي باتت يعني تقمع فيها المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، ويعني كان هناك رسائل من قبل رئيس الوزراء الدكتور محمد الشتيه عندما قال أن هذه أداة ممنهجة لقتل الفلسطينيين الأبرياء أينما تواجدوا وأينما وجدوا على الأراضي الفلسطينية، يقوم الاحتلال بإعدامهم بدم بارد. شكرا جزيلا وليس سلامين مراسلتنا من رام الله. وللمزيد عما يحدث هناك في إسرائيل تنضم إلينا من القدس المحتلة زميلة دانا أبو شمسية مراسلتنا من هناك. دانا أهلا وسهلا بك في هذا المساء. باي باي. اهلا بك دانا في هذا المساء. اذا زعيم المعارضه الاسرائيلي يائير لبيد دعا الى وضع دستور جديد على خلفيه التظاهرات التي تحدث ضد الحكومه الاسرائيليه، هل يمكن اعتبار ما اعلنه رئيس الوزراء السابق لبيد من وضع دستور جديد من انها مبادره جديده يمكن ان تحل هذه المشكله القائمه الان؟ بدأت هذه المعارضة الإسرائيلية التي تنظم عادة احتجاجات سواء في القدس أو تل أبيب احتجاجا على قانون إصلاح القضاء بالوصول إلى حل لهذه الأزمة السياسية كما أسماها رئيس المعارضة يائير لبيد، وذلك عبر منشور كتبه على صفحته الخاصة والرسمية عبر الفيسبوك، كان قد عبر فيها أنه قد آن الأوان لبناء مجتمع إسرائيلي جديد، هذا يعني أن يكون هنالك دولة جديدة بدستور جديد، وهذا يركز على عدة جوانب أو عدة قوانين يجب أن يشملها هذا الدستور. أولاً يجب التركيز على حقوق المواطن، والتي عشرات المتظاهرين الذين خرجوا في هذه التظاهرات أيضاً نددوا بأن هذه الدولة هي ليست بالديمقراطية وهنالك مفارقات في التعامل مع مواطنيها، لذلك ركز لبيد ضمن هذا العرض أن تكون من ضمن القوانين التي يجب إصلاحها أو يجب وضعها كدستور جديد هي في البداية هو المشروع الاستقلال أو وثيقة الاستقلال والتي تتضمن حقوق المواطن في إسرائيل. عدا عن ذلك هنالك مشروع آخر أو قانون آخر ركز عليه لبيد في منشوره، هذا يتركز على قوانين التشريع أو تشريع القوانين في إسرائيل وأن تكون محكومة للسلطات جميعها وليست فقط حكرا على السلطة القضائية كما تحاول الحكومة الإسرائيلية تمريرها بأن يكون تشريع القوانين هو صادر عن هذه الجلسة يعني تابعة وتقويم.
تعويض الجلسة القضائية أو الحكومة القضائية لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية. آخر ما تحدث به لبيد ضمن هذا المقترح الجديد هو كيفية اختيار القضاء والمحاكم وكيفية صياغة قراراتها، وهو من أهم الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في القراءة الأولى من إصلاح القانون هذا، والذي تم فيه الإقرار ب كيفية اختيار القضاء التي عادة ما يتم من خلال لجنة. اليوم تطالب هذه الحكومة وهذا الائتلاف الحكومي اليميني بأن يكون هنالك تغيير في اختيار القضاء وهذه اللجنة القانونية. لذلك يرى لبيد والمؤيدون له بأن الخروج من هذه الأزمة السياسية التي تجر المنطقة وتجر إسرائيل إلى مزيد من العنف ومزيد من الانتهاكات بين الطرفين هو الخروج بحل جديد، وهذه الحل يتمثل بدستور جديد، بوثيقة استقلال جديدة، التركيز فيها على حقوق المواطنين، تشريع القوانين وكيفية اختيار القضاء يعني طيب ما يسن داخل هذه المحكمة القضائية. هل ينظر في داخل إسرائيل؟ هذا الحل بعيد نوعا ما. هل ينظر في داخل إسرائيل هذه الأزمة، هل هي أزمة سياسية بين حكومة ومعارضة أم بين سلطات، بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والتنفيذية؟ بدأت هذه الأزمة أوجها في ما بين حزبي المعارضة والتي يرأسها يائير لبيد وما بين الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا، ومنذ توليها لهذه الحكومة في سبتمبر الماضي حيث خرجت عشرات الآلاف من المتظاهرين ضد هذه الحكومة في شكل عام التي كانت تنوي في البداية تمرير إصلاح القانون. المعارضون يرون أن هذا التصليح وهذا الإصلاح هو يخدم من في هذا الائتلاف الحكومي، وهو للتملص من قضايا الفساد التي يحاكم عليها كان سابقا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لذلك كان التركيز على أن سأعود إليك لكن أذكر هذه المنظومة أو أقرأ هذا العاجل الذي ورد إلينا الآن ويبدو على الشاشة. الشرطة الألمانية تقول أنها ألقت القبض على منفذ عملية الاحتجاز دون وقوع أي إصابات بين المحتجزين، وتقول أنها ألقت القبض على منفذ هذه العملية أو المشتبه به في تنفيذ هذه العملية في ألمانيا دون أي إصابات وقعت بين المحتجزين داخل هذه الصيدلية. إذن أعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا نقلا عن مراسلنا من برلين، حيث قامت قوات الأمن الألمانية بالقبض على المتهم أو الشخص المتهم باحتجاز رهائن داخل إحدى الصيدليات في مدينة في جنوب ألمانيا دون وقوع أي إصابات بين الرهائن وبين المحتجزين. عفوا دانا، أعود إليك. دانا، في محاولة منع تمرير قانون إصلاح القانون والقضاء في إسرائيل، ولكن ما بعد إقراره في القراءة الأولى بموافقة وتأييد 69 عضو في الكنيسة هنالك مخاوف من تمريره في القراءة الثانية ومن القراءة الثالثة. لذلك بدأت هذه التظاهرات، ولكن بعد تنظيم هذه التظاهرات واتساع رقعتها من انتقالها من تل أبيب إلى القدس وحتى عدم حصرها في يوم السبت وهو يوم الإجازة لدى الإسرائيليين وانتشارها في أيام وسط الأسبوع لضرب وشل الحركة الشرائية والاقتصادية والتجارية في إسرائيل، أخذت هذه الأبعاد لهذه التظاهرات أيضا تتسع ليست فقط لعدم تمرير هذا الإصلاح، ولكن أصبحت الاحتجاجات تركز على أن هذا النظام هو نظام غير ديمقراطي وأن إسرائيل مستمرة في أعمالها غير الديمقراطية اتجاه المعارضين لهذه الحكومة الأكثر يمينية وتطرف. شكرا جزيلا دانا أبو شمسية، مراسلة القارة الإخبارية من القدس المحتلة، على كل هذه التفاصيل. ومباشرة مشاهدينا الأعزاء نذهب إلى واشنطن وهذا المؤتمر الصحفي لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. هو أمر مهم أن هذا الموضوع أن نلتحق بهذه القوات لأنها أمر ذو أهمية كبيرة لضمان مستقبلنا للدفاع والحد من الاحترار العالمي، فكان لابد من الالتحاق بقوة المهام، كان هذا أمرا إلزاميا لدعم كافة القدرات في كافة الجبهات، وبذلك يمكن تحقيق المزيد. وهناك الكثير من الخطوات التي نتخذها في دعم الاقتصاد الأخضر مثل السيارات الكهربائية واستغلال سلاسل الإمداد والمواد الخام والشفافية والحوار مع دول حلف شمال الأطلسي.
لقد تناولنا هذا الموضوع بشكل مختصر. في حقيقة الأمر من المهم أن صربيا وكوسوفو يقيموا بعض الأحاديث والنقاش للتفاوض. الأمر ليس باليسير، ما زال هناك بعض الأمور يجب أن تحل، ولكنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، وهناك دعم من كافة الأطراف لدعم الحوار. هناك خطة جيدة على الطاولة، هناك خارطة طريق للوصول إلى الهدف، فبالتالي نحن نتوقع أن يتم تحقيق هذه الأهداف بشكل عملي. شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا، لم نستطع اللحاق بأي من تصريحات أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أثناء أو بعد زيارتها واشنطن ولقائها الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ دقائق قليلة. سنحاول في خدمتنا الإخبارية اللاحقة تقديم المزيد عن هذا المؤتمر الصحفي. سنذهب عفوا إلى فصل ونعود بعده لاستكمال ما يتبقى من فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم. قمة بريطانية فرنسية في باريس هي الأولى منذ 5 سنوات، مع أمال بفتح فصل جديد من العلاقات الجيدة بين باريس ولندن بعد أعوام من الفتور. فما الملفات التي حملتها القمة، وكيف ستؤثر على الاستجابة الأوروبية الموحدة تجاه الحرب في أوكرانيا، وما الحلول التي توصلوا إليها بشأن القضية الخلافية الأهم، وهي الهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش؟ سنطرح كل هذه الأسئلة على ضيوفنا المختلفين. ينضم إلينا عبر زوم من باريس السيد عبد الغني العيادي البوشيخي، المستشار السياسي الأوروبي السابق، أهلا وسهلا بك. كما ينضم إلينا أيضا من باريس عبر سكايب السيد طارق وهبي الباحث في العلاقات الدولية، أهلا وسهلا بك سيد طارق. وينضم إلينا من لندن عبر خدمة زوم السيد مايكل بينين الصحفي ومحرر الشؤون الخارجية في صحيفة التايمز البريطاني، أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ بالسيد عبد الغني العيادي من باريس. إذن هذه القمة الأولى التي تجمع بين رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي منذ 5 سنوات، آخر قمة كانت في عام 2018. ما الدوافع التي أدت إلى انعقاد هذه القمة؟ هل تحديات تحيط بالمنطقة، تحيط بالقارة الأوروبية، أم دوافع شخصية لكل من سوناك وماكرون؟ تحياتي سيدي، شكرا على الاستضافة. للإجابة على سؤالكم، سأعمد إلى بيت شعري عربي يقول: رأيت المنايا تخبط خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ، إلى آخر البيت. وأنا أقول: رأيت الأزمات والحروب تخبط خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يجتمع بأصدقائه وزملائه ورفاقه أجل رص الصفوف ومراجعة ما لم يكن قرارا صائبا كان من ناحية إنجلترا بقرارها الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر البريكسيت، أو فرنسا يعني عبر مجموع قرارات كانت تهم خارجيتها أو تهم داخل الوطن من ملفات اجتماعية. الأزمات والحروب مسرعة الثورات، وهي في هذه الحالة الأزمات والحرب الأوكرانية الروسية والحالة الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، وهي تحديات وجود وليست تحديات بسيطة كما كانت في السابق، هناك تغيرات جيوسياسية عظيمة. أقول هذه التحديات تفرض على فرنسا وإنجلترا أن تجلس في طاولة المحادثات والمفاوضات، لأن إنجلترا تعيش أزمة اقتصادية خطيرة واجتماعية أيضا خطيرة، فرنسا تعيش على وقع الفدرالات وملفات اجتماعية وأزمة اقتصادية ويعني غلاء المعيشة وأزمة طاقية، يعني أزمات مركبة معقدة تحتم
على الدولتين اللقاء، خاصة وأنهما من كبار أو من أكبر الدول الممثلة في الاتحاد نعم الأوروبي قبل خروج بريطانيا. طبعا اليوم بريطانيا تحسب ضحاياها، ولما أتحدث عن الضحايا لا أتحدث عن ضحايا حرب ولكن عن ضحايا قرار سياسي، قرار نعم البريكسيت. سنتطرق لهذه النقطة اليوم تحديدا فيما يتعلق تدفع ببريكزيت ثمنها. وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن دعني أشرك معي في هذا النقاش السيد طارق وهبي. سيد طارق، إذا ضيفي السيد عبد الغني يقول أن التحديات التي تواجه القارة الأوروبية وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا هي ما دعت إلى فرض أو هي التي فرضت هذه القمة بين بريطانيا وفرنسا. أليست هذه الحرب كانت موجودة إبان تولي بوريس جونسون رئاسة الوزراء وإبان أيضا تولي ليستراس رئاسة الوزراء في بريطانيا؟ ما الذي دعا فرنسا وإنجلترا وبريطانيا بشكل عام إلى إقامة وتنظيم وعقد هذا اللقاء في هذه القمة؟ مساء الخير يا سيدي، شكرا للاستضافة وتحية لضيوفك الكرام. يعني هذه الاجتماعات بين هذه الدول هي اجتماعات دورية، وفرنسا يعني انتهت من اجتماعات مع ألمانيا وكان هناك اجتماعات مع دول أخرى والآن مع بريطانيا. ولكن المهم بالموضوع يا سيدي أن هاتين الدولتين في هذه القارة الأوروبية الكبيرة التي هي في اقتصاد مهم وهي إحدى يعني العوامل المهمة في الإنتاج الاقتصادي في العالم، وخصوصا أن هاتين دولتين فرنسا وبريطانيا هما دولتين داخل مجلس الأمن وهما الدولتين التي تملكان ما نسميه السلاح النووي في أوروبا. لذلك أنا برأيي هناك طابع حقيقي له علاقة بالأزمة الأوكرانية صحيح، ولكن هناك ما نسميه الأزمات الداخلية بين دولتين، وخصوصا بعد الخروج من البريكسيت وإصرار فرنسا على الالتزام بتوقيع بما وقعته بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. لذلك أنا برأيي عندما نرى الاهتمام الأول في هذا الاجتماع كان اهتمام له علاقة بموضوع الهجرة وكيفية ضخ لهذا الموضوع داخل ما نسميه التراب الفرنسي أكثر من 500 مليون دولار نعم. لمواضيع تتعلق ببناء جديد، بدعم لمراقبة الهجرة، ووضع كل الإمكانيات إن كانت طائرات من دون طيار أو حتى مراقبة بحر المانش إلى يعني أقصى حد للوقف من الحد من الهجرة، وخصوصا أن السيد سوناك مع وزيرة الداخلية يريدان أن يمررا قانون داخل مجلس العموم البريطاني يحد من الهجرة، بل أكثر من ذلك يمنع أي طيب. سوف يكون هذا محور رئيسي في هذا النقاش من خلال هذه القمة، لكن دعني أشرك معنا أيضا في هذا النقاش السيد مايكل بنين الصحفي ومحرر الشؤون الخارجية في جريدة تايمز البريطانية. سيد مايكل، هل بريطانيا تنظر إلى هذه اللقاء أو تعقد هذا اللقاء بالأحرى مع فرنسا أو مع مفوضية أو المفوضية الأوروبية؟ مهم أن نبدأ من البداية تماما. نبدأ مع فرنسا لأن فرنسا هي الجار في الاتحاد الأوروبي القريب من بريطانيا وهناك كثير من العلاقات، فالأمر الأول هو المحاولة السيطرة على الأرقام. بريطانيا لديها اتفاق مع كافة دول الاتحاد الأوروبي للتحدي والتصدي للهجرة غير الشرعية، وكذلك للحد من قدوم المواطنين من جميع أنحاء العالم للهجرة إلى أوروبا ولا سيما إلى بريطانيا. هذه مشكلة عالمية، وبريطانيا تود مجابهة هذا من خلال وضع بعض الاتفاقيات مع الجيران. ومن المهم أن نبدأ من أقرب الجيران وهو فرنسا والدعم العلاقات بين بريطانيا وفرنسا، فبالتالي التي عانت خلال الأعوام الأخيرة، ومن المهم أن نحسن جودة هذه العلاقات لنتناول بعض الموضوعات من خلال موضوعات بناءة. طيب سيد العيادي، رئيس الوزراء البريطاني سوناك تعهد بدفع قرابة نصف مليار دولار خلال السنوات القادمة إلى فرنسا من أجل سياسات مشتركة تضمن عدم وصول هجرة غير منتظمة، هجرة غير شرعية إلى الأراضي البريطانية. هل هذا المبلغ كافي بالنسبة لباريس؟
بالضبط مبلغ 375 مليون من سنة 2023 إلى 2026 على مدى ثلاث سنوات. في البداية في 2023 2024 151 مليون، 2024 2025 24 مليون فاصل بعد الألاف، وال 2025 في 2026 أزيد من 200 مليون أورو. الإشكال الرئيسي في هذه المقاربة هي المقاربة ذاتها، بمعنى أن المقاربة تجاه الملف الهجرة لم يتغير قيد أنمو له منذ أن طرح المقاربة الأمنية كأحسن وكالمقاربة بالتعريف، بمعنى لا مقاربة غير المقاربة الأمنية. وأخطر من ذلك يعني دفع فرنسا للتأكيد على سياستها في بناء ما يسمى بمراكز الاحتجاز، مراكز سنتر دو ريتونسيون، هي نوع من سجون مراكز الاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، وهي ذاتها عندها مشكلة مع هذه المراكز. يومين وصلني خبر أنه فيه مركز للإيواء للمهاجرين غير شرعيين في انتظار تهجيرهم أو ترحيلهم إذا لم يتم إطلاق سراحهم. العاملين فيه من الشرطة ومن العمال، العاملين كل عاملين اجتماعيين خائفون على حياتهم، لأنه تجميع لمهاجرين ومدمنين ومجرمين ونبلطجية. يعني المقاربة ذاتها فيها إشكال، بمعنى إنجلترا لا تتراجع عن فكرة إرجاء أو إبعاد المشكل عن أراضيها، أي لا ديليغاسيون أو يعني إخراج المشكل من أراضيها لإعطاء هذا الملف لفرنسا، كما فعلت إسبانيا مع المغرب، وكما تفعل إيطاليا مع تونس، وكما تفعل فرنسا أيضا مع دول أخرى، وكما فعلت إنجلترا مع دول أخرى. لكن هذا فقط إبعاد للإشكال، لكن أليس بلورة الحلول، أليس بلورة الحلول في الحلول الأمنية وإنشاء وتنظيم وبناء مراكز احتجاز، أليس ذلك مخالفا للقوانين الدولية، للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية أو الهجرة غير أو الهجرة غير المنتظمة؟ دكتور سيد طارق. يا سيدي، فرنسا لها الحق كما بريطانيا بإنشاء ما يسمى هذه المقرات التي يحتجز فيها الخارجين عن القانون. الموضوع صحيح هو من وجهة نظر أمنية وأكثر من ذلك لها علاقة بالحد من هذه الهجرة، ولكن هناك موضوع إنساني، وأنا وافق ضيفك السابق بالقول أن علينا أن ننظر النظر بهذا الموضوع من الجانب الإنساني، لأن كل هؤلاء الذين هاجروا من بلادهم باتجاه إما فرنسا أو المملكة المتحدة للخروج من الأزمة الموجودة في بلادهم. لذلك أنا باعتقادي هذا لا يخالف القانون الدولي، وخصوصا أن هناك من يراقب، يعني هناك جمعيات فرنسية وحتى جمعيات دولية تذهب إلى هناك وترى إذا كان هؤلاء هم بحاجة إلى أي أمر ما، وعليهم أن يروا في هذا الموضوع. لكن يجب أن نعلم جيدا أن التركيز فقط على موضوع المهاجرين هو أيضا لإخفاء عدد كبير من المشكلات التي لها علاقة بموضوع الالتزام باتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي أي البريكسيت، وخصوصا موضوع الصيد، موضوع بحر المانش، موضوع بعض جزر جيرسي. أكثر من ذلك يجب أن لا ننسى يا سيدي الطعنة التي أعطتها بريطانيا في ظهر فرنسا في موضوع الغواصات الأسترالية. نعم. وما نسميه الاتحاد أو التناغم مع الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، الأوكوس أي أستراليا يونايتد كينغدوم والولايات المتحدة الأمريكية، الذي يضرب نوعا ما نسميه قوة فرنسا في موضوع التجارة العسكرية، وخصوصا أن السيد هناك يرغب بالعودة إلى سميه التعاون العسكري بين فرنسا وبين بريطانيا. نعم. إما لتقنيات حديثة بالموضوع العسكري أو حتى تطوير بعض الأمور، يعني الأسلحة العسكرية التي هي قد تستطيع أن تكون سلاح مشترك لكلا البلدين، وأيضا قد تساعد
في موضوع دعم أوكرانيا إذا كان هذا السلاح نافع. طيب سيد مايكل، في عام 2022 وصل قرابة 46 ألف مهاجر غير شرعي إلى بريطانيا قادما من الأراضي الفرنسية. منذ بداية هذا العام قبل أقل من 3 أشهر، القوات الفرنسية أو فرنسا بشكل عام استطاعت حجز أو منع بالأحرى 3000 مهاجر غير شرعي من الوصول إلى الأراضي البريطانية، تقريبا 50% من الأشخاص الذين يريدون عبور بحر المانش أو القناة الإنجليزي. ما الذي تريده بريطانيا أكثر من ذلك؟ ما هي النسبة التي تريدها بريطانيا من فرنسا حتى تضمن عدم وصول أو تضمن وصول نسبة مقبولة بالنسبة لبريطانيا والتي تعبر بحر المانش؟ حسنا، إن بريطانيا تشجع على استقبال الأشخاص الذين يبحثون عن الملاذ الآمن، ويجب أن نطرح لهم المجال للدخول في الإجراءات القانونية للانتقال إلى الدولة الجديدة. لا نرغب أن تكون هذه العملية تسيطر عليها المافيا والعصابات التي تعمل في تهريب البشر للحصول على الأموال مقابل ذلك. والهدف الأساسي هو تنظيم عمليات الهجرة. يمكن استقبال عدد محدد من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الملاذ الآمن. فرنسا يمكن أن تسيطر على جزء من ذلك، لا يمكن السيطرة على كل شخص، ولا يمكن منع أي فرد أو كل فرد عفوا يصبح من الأيسر. تنظيم عمليات الهجرة بشكل قانوني وشرعي وليس بتعريضهم للأخطار. هل يفهم أن هذه المبالغ التي تعهد بها سوناك إلى فرنسا نصف مليار دولار خلال السنوات القادمة من أنها في مقابل منع المهاجرين غير الشرعيين من وصول إلى بريطانيا؟ نعم بالطبع، الهدف الأساسي هو زيادة عدد الدوريات البحرية من خلال الدوريات في بحر المانش، وكذلك السيطرة على الأجزاء الشمالية من فرنسا من العسير، إرسال دوريات بحرية في كافة المحيطات والبحار. لابد من تحقيق المراقبة الفعالة، وهذا يتكلف بعض الأموال. منذ الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قدمت بريطانيا الكثير من الأموال والتمويل إلى فرنسا لدعم هذه الأعمال لمنع هذه المشكلات المتعلقة بالهجرة غير المنظمة. طيب دعونا نتحول إلى ما يتعلق بالطاقة وأزمة الطاقة الموجودة في أوروبا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. سيد عبد الغني، القارة الأوروبية كانت تعاني حتى وقت قريب، ولا أدري إذا كانت تجاوزت هذه المعاناة أم لا، فيما يتعلق أزمة الطاقة. هل يمكن لهذه القمة أيضا أن تطرح حلول فيما يتعلق أو تطرح بدائل بالأحرى فيما يتعلق بأزمة الطاقة التي تعاني منها القارة الأوروبية؟ هذا هو الملف الحقيقي. هذه هي الملفات الحقيقية التي ستطرح سوف تطول الحوار ما بين فرنسا وإنجلترا. ملف الطاقة، ملف الحرب الروسية الأوكرانية، وملف الناتو. أما ملف الهجرة دعوني أقول لكم، وهذا رأي يهمني، هي هدية فقط للدخول أو لإرضاء قلب فرنسا ولإمساء أو ما حدث بعد البريكسيت لا أقل ولا أكثر، لأن فرنسا لن تكون لها أي قوة دالة وقوة يعني فعالة لدخل الهجرة التي تقصد إنجلترا، لأن هناك إيطاليا التي ستصيح جنوبا لأنها هي التي تستقبل أول بلد يستقبل المهاجرين. صحيح. والذي يجد نفسه أمام أزمة حقيقية هي إيطاليا، وإيطاليا لم تتوقف أبدا عن اتهام فرنسا بأخذ هذه الميزانيات. طيب فيما يتعلق بالطاقة، دعونا نقول بأن هذا النصف مليار فقط هو هدية لإرائق الفرنسا. ما ملف الطاقة؟ هذا ملف حقيقي، لأن الناتو، فرنسا وإنجلترا وأوروبا بصفة عامة بدخولها بشكل غير مباشر في هذه الحرب جعلها يعني في حالة ضعف. للإجابة على السؤال، نعم الأزمة ما تزال قائمة ما دام أن البدائل غير متوفرة بشكل يفي بغرض الاكتفاء الذاتي الطاقي، بحيث أن
النووي بفرنسا غير كافي، وأن الإنتاج عبر طيب يبدو ان هناك مشكله في صوت السيد عبد الغني العيادي، سنعاود التواصل معه مره اخرى حتى نستطيع الاستماع الى صوتك بشكل واضح. لكن اذهب الى السيد مايكل. سيد مايكل، هل تجاوزت بريطانيا مساله ازمه الطاقه بعد العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا؟ او السؤال بشكل واضح، هل الحلول التي وضعتها القاره الاوروبيه بما فيها بريطانيا وفرنسا لحل ازمه الطاقه، هل هي حلول مستدامه؟ حسنا، أعتقد أن كلا البلدين لديهم ما يقدموه لبعضهم البعض. بريطانيا لديها تنامي في قطاع الطاقة النووية، وفرنسا لديها قدرات هائلة في إنتاج الطاقة الكهربائية. بريطانيا لديها تعظيم لاستخدام الطاقة النظيفة، وتحصل على 34% من طاقتها من طاقة الرياح ويمكن تصديرها إلى فرنسا. فبالتالي البلدين مرتبطين من خلال كابل كهربائي لتوفير الكهرباء، وكذلك هناك بعض الجهود لسد العجز في النفط. هذا يأتي من بسبب نقص الغاز الواصل من روسيا، وكذلك التعاون في مجال توفير النفط. وبالتالي هذه المشكلة الأساسية، وإيجاد بعض الحلول لارتفاع الأسعار هو أمر أكبر من مستوى بريطانيا وفرنسا. الجميع عليه أن يعمل لخفض أسعار الطاقة بشكل مستقر وشكل مستدام في حال انقطاع الإمدادات الروسية من الطاقة. طيب سيد طارق، صحيح أن الأسعار انخفضت عما كانت عليه بعد الحرب بشكل مباشر، لكن هل هذه الحلول تبدو حلول مستدامة؟ هل في المستقبل القريب خلال هذا العام أو حتى العام القادم سوف تواصل هذه الأسعار في الانخفاض؟ هل هناك حلول جذرية لأزمة الطاقة بعيدا عن الطاقة الأتية من روسيا؟ سيد العزيز، أولا يجب أن نرى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يوفر لبريطانيا ما تريده، ما يريده الاتحاد الأوروبي عندما بدأ بما نسميه الحديث عن شراء الغاز لكل دول الاتحاد، ووضع حد لسعر الغاز الروسي بقبول كل أعضاء الاتحاد. وهذا جد مهم بما نسميه التماسك داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص هذا الموضوع، بخصوص موضوع الطاقة. يجب أن لا ننسى أيضا أن الوصل الكهربائي بين بريطانيا وبين فرنسا هو مهم جدا، لأن الدولتين تعتمدان على الطاقة الكهربائية المنتجة من الناتج النووي، وأيضا من الطاقة النظيفة وبالتحديد الطاقة القادمة من الهواء بالتحديد، والموضوعة في بحر المانش وحتى على السواحل في المحيط الأطلسي من الناحية الفرنسية وحتى من الناحية البريطانية. لذلك أسعار الطاقة يا سيدي، الآن البديل موجود حاليا ولكن سعره غالي، يأتي من النرويج، يأتي من الجزائر، يأتي من قطر، وحتى يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت يعني كلمة الرئيس ماكرون في هذا الموضوع أن الصديق لا يبيع الغاز بأربعة أضعاف، وكان هذا موجها إلى الرئيس بايدن وبالتحديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تعرف جيدا أن أوروبا تدعم أوكرانيا كالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم أوروبا بموضوع الغاز ولا تساعدها في حل هذه الأزمة. أنا برأيي نحن ذاهبون إلى صيف سيكون فيه الاعتماد على الغاز قليل، ولكن بنفس الوقت علينا أن نفكر بما قد يحصل لاحقا، لأن الموضوع الآن لا وجود أفق لحل سياسي دبلوماسي مع روسيا في أزمة أوكرانيا، وستظل أزمة الغاز واضحة، وخصوصا أن هناك من يفتح ملفات كبرى لها علاقة مثلا بتفجير نورث ستريم 1 و2 داخل بحر البلطيق، والاتهامات الموجهة إلى المخابرات البريطانية في هذا الموضوع. طيب فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والدعم العسكري الموجه إلى أوكرانيا، سيد عبد الغني، هل هناك خلافات عميقة أو حتى غير عميقة بين لندن وباريس فيما يتعلق بشكل وطبيعة ومدى الدعم العسكري الموجه إلى كييف؟ لاحظنا هذه التناقضات ربما وهذه الخلافات داخل حلف الناتو، لكن بشكل أدق وبشكل أوضح، هل ثمة خلاف بين لندن وباريس فيما يتعلق بكيفية الدعم الموجه إلى كييف؟ لا أظن أن هناك خلاف جوهري بين البلدين في حالة تعهد قصوى، وهما في مقدمة
الدافعين أو دعما لأوكرانيا، وهما البلدين اللذان يتزعمان ماديا ومعنويا الدفاع على حق الأوكرانيين في الدفاع عن استقلالية بلدهم. ليس هناك إشكال على المستوى السياسي ولا على المستوى العسكري. لا أظن أنه طرح إشكال مثلا على مسألة الأسلحة الثقيلة الموجهة لأوكرانيا أو إمكانية إرسال أسلحة ثقيلة. المشكل الوحيد المطروح حاليا، وهو في حقيقة ليس إشكال بين البلدين ولكنه إشكال البلدين، وهو الإشكال المادي. نعم. باعتبار أن إنجلترا تعيش أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية ناتجة عن في جانب منها عن خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفرنسا أيضا تعيش أزمة اقتصادية، مما يجعل مستقبل دفاعهما أو المشترك على أوكرانيا أو التزامهما بهذه السياسة أو بهذه الاستراتيجية، استراتيجية الدعم المطلق ولا مشروط لأوكرانيا، محل تساؤل فقط على المستوى المادي. فرنسا غير إنجلترا، فرنسا مسنودة بالاتحاد الأوروبي، فرنسا مسنودة أيضا بالأوروبا الشرقية، وإنجلترا تلعب مصيرها وحدها، خاصة وأنها حتى على مستوى تزويد أسواقها مثلا بالأسماك واللحوم إلى غير ذلك، هي مجبرة على المرور أو للمرور عبر الشراكات وعبر الاتفاقيات اللي كانت مبرمة بالطرف الاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة مثل إيرلندا الشمالية. نعم. التي عادت طيب. إليها إنجلترا لتعيد النقاش الشراكات بينهما. إذا للإجابة على سؤالك بطريقة مباشرة، لا يوجد هناك إشكال بين إنجلترا وفرنسا طيب. عسكريا في هذه القضية. سيد مايكل، ربما سيبدو هناك إشكال مستقبلي فقط في التواجد على المستوى القارة الإفريقية. نعم. حينما رأينا صحيح وذلك موضوع آخر، والرئيس الفرنسي أعلن عن سحب قوات الفرنسية أو القوات الفرنسية من القارة الإفريقية، هذا موضوع مختلف. طيب سيد مايكل، ما يتعلق ب أو لا أحد ربما ينكر أن هناك شح في الذخائر العسكرية، المعدات العسكرية الآتية من حلف الناتو وتحديدا من الدول الغربية الدول الأوروبية إلى كييف. هل ثمت مشروع مشترك بين باريس ولندن من شأنه أن يزيد من حجم الذخائر العسكرية، حجم المعدات العسكرية الواصلة إلى كييف مستقبلا؟ حسنا، هي هذه إحدى الأمور التي تم تناولها في القمة. كلا البلدين تحاولان زيادة التوريدات إلى أوكرانيا. فرنسا جزء من المبادرة الأوروبية لتوريد الأسلحة من كافة الدول الأوروبية، وبريطانيا ترغب في التحاق هذه بالمبادرة. في الوقت الحالي الأمر ليس متاحا، لأن التقدم الأمر محصور على الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا لم تعد ضمن الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك تنسيقات للجهود لدعم أوكرانيا بكافة الأسلحة والذخائر من خلال التعاون، وهذه أحد الأمور ذات الأهمية الكبيرة. فالذخائر والأسلحة والمدفعية والصواريخ وكذلك الدبابات المخطط إرسالها في القريب العاجل. بريطانيا ترغب في أن تضمن أن يتم تقديم الدعم من غرب أوروبا، ومن خلال تنسيق كافة الجهود للاستخدام الأمثل في أوكرانيا، وتصل في الوقت المناسب. السيد مايكل بنين، الصحفي ومحرر الشؤون الخارجية في صحيفة التايمز البريطانية، شكرا جزيلا لك. ومن باريس كان معنا السيد عبد الغني العياد البوشيخي، المستشار السياسي الأوروبي السابق، شكرا جزيلا. وكان معنا أيضا من باريس السيد طارق وهبي، الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكم جميعا على إثراء هذا النقاش. إذن سنذهب إلى فصل قصير مشاهدينا، بعده نعود مرة أخرى لاستكمال الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة من هذا المساء. أهلا بحضراتكم.
في تطور أثار جدلا واسعا في الأوساط الأمريكية، قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترحا لميزانية عام 2024 للولايات المتحدة. احتوى المقترح على كثير من الأرقام القياسية لسياسات الإنفاق الشامل، ما أثار حفيظة الجمهوريين الذين يسعون لتقليل الإنفاق الحكومي ومعارضة هذا المقترح بالشدة. من جهة أخرى، برهن مقترح ميزانية الولايات المتحدة لعام 2024 بحسب مراقبين على أن الصين ستبقى التحدي المحتمل الأكبر للقيادة العسكرية الأمريكية بعد اعتماد تخصيص أكبر ميزانية للبنتاغون في أوقات السلم. منذ سيطرة الجمهوريين على الكونغرس الأمريكي، تتزايد وتيرة الاشتباك مع القضايا الشائكة ومشاريع القوانين التي يقترحها البيت الأبيض. الخميس الماضي عرض جو بايدن مقترحا لميزانية العام 2024 الذي تضمن وعودا اجتماعية واقتراحا بزيادة الضرائب على الأثرياء من أصحاب المليارات، وسط توقعات بافتتاحها معركة مع الجمهوريين في مجلس النواب. تصل قيمة مقترح ميزانية بايدن للعام 2024 إلى 6 تريليونات و8 مليارات دولار. ويقول بايدن إن مقترحه سيعمل على خفض العجز بالولايات المتحدة إلى 3 تريليونات دولار. لهذا يريد بايدن فرض ضريبة تصل نسبتها بالحد الأدنى إلى 25% على أصحاب المليارات، أي ما نسبته 1% من الأمريكيين الأكثر ثراء، علاوة على زيادة الضرائب على الشركات إلى 28%. أما عن مخصصات البنتاغون في مقترح الميزانية فقد زادت بنسبة 3.2% عن العام السابق، وأوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنها تبلغ 842 مليار دولار، أي بما يزيد بمقدار 26 مليار دولار عن العام السابق. ووصف أوستن الميزانية بأنها تلبي الأولويات المحددة في استراتيجية الدفاع الوطني، بما في ذلك بناء مزيج من القدرات للدفاع عن التهديدات الحالية والمستقبلية، لا سيما بعد طلب قطاعات وإدارات من القوات الاستراتيجية الأمريكية زيادة مخصصاتها المالية للحصول على أحدث منظومات الأسلحة لمواجهة الصين. حيث طلبت قيادة منطقة الإندو باسيفيك 15 مليار دولار من الكونغرس لمواجهة التطور السريع لقدرات الصين العسكرية التي تستعد لتحرك محتمل لضم تايوان في العام 2027 تزامنا مع مئوية تأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني بحسب الفورين بوليسي. إذا نفتح النقاش حول هذا الموضوع، ينضم إلينا من تكساس السيد عبد الرحمن محمد الخبير الاقتصادي، ومن واشنطن ينضم إلينا السيد كالفين دارك الخبير الاستراتيجي. أهلا بكم أو أهلا بكما في هذا المساء. أبدأ مع السيد عبد الرحمن محمد الذي ينضم إلينا من تكساس. الرئيس الأمريكي جو بايدن أو مقترح الرئيس الأمريكي للميزانية عام أو لميزانية عام 2024 يشمل نقاط مختلفة معظمها أرقام قياسية. الجمهوريون ربما يرفضون هذا المقترح بدعوى أنهم يسعون لتقليل الإنفاق الحكومي. هذا المقترح الذي يشمل عجزا يقترب من 2 تريليون دولار، هل تتحمل الميزانية الأمريكية ديون أخرى تفوق 30 تريليون دولار الموجودة أصلا والتي خرقت ربما السقف الذي وضعه الكونغرس بكثير؟ أولا أشكركم على الاستضافة في قناة القاهرة. ابتداء يجب أن أذكر أنه هذه معركة دائمة، يعني تأتي كل عام. الشيء الجديد في هذه المعركة أنها هي معركة يعني هي جزء من الصراع الانتخابي ل 2024، فهذا هو ما يميز هذه المعركة. القواعد كما ذكرت، القواعد الأساسية التي حاول بايدن أن يبشر بها هي قواعد لا نستطيع أن نفصل بينها وبين دغدغة مشاعر الجمهور. يعني هو عندما يتحدث عن أنه بالنسبة له دعم الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة وعنى بذلك تحديدا الفقراء وأصحاب الشركات الصغيرة والأعمال الصغيرة، وهو بذلك لا شك أنه يحاول دغدغة مشاعر هذه الطبقة، والمعروفة تاريخيا أنها هي الطبقة الموالية للديمقراطيين. كذلك عندما يتحدث عن خفض
الدين العام الأمريكي بمقدار 3 تريليون دولار خلال 10 سنين. هذا الوعد طبعا كل الرؤساء السابقين ظلوا يعودوا بنفس الوعد، ولكن في بطبيعة الحال هذا يعني الأمر الواقع يبشرنا بأن هذا الشيء صعب المنال. ثم أخيرا يتحدث عن توفير الدعم اللازم للمؤسسة العسكرية. في تقديري هذه القاعدة أو تتضمن نقطتين. النقطة الأولى هي محاولة التأمين على موقفه الثابت من الحرب الأوكرانية، وكذلك التأمين على موقفه الثابت من الحرب مع الصين، وكذلك هذا على الصعيد، ولكن على الصعيد الآخر ضمان ولا أو ضمان إرضاء جنرالات الجيش وكذلك شركات الشركات السلاح. هذه بصورة عامة. أما عندما نتحدث عن التفاصيل الأكثر، يعني بايدن في تقديري هو هذا مقترح موازنة، هو ليست موازنة نهائية. صحيح. في تقديري بايدن حاول أنه يزيد يعني السقف التفاوضي، وذكر أشياء من الصعب جدا تحقيقها وسوف نتعرض لها إن شاء الله في هذا الحوار. مثلا عندما يتحدث عن الكابيتال جين بالنسبة للأنريالايز أسيت، هذه مسألة صعبة جدا تحقيقها، وهذه أول مرة تحصل. ولكن في تقديري هو حاول أنه في هذا المقترح يزيد السقف التفاوضي أكثر ما يمكن، حتى عندما يبدأ في التفاوض مع الجمهوريين يتنازل عن أشياء واحدة تلو الأخرى، ثم في نهاية الأمر يصل إلى النقطة الأساسية التي هو يعتمد عليها. سيد كالفن، سيد كالفن، ما دلالة زيادة ورفع الإنفاق العسكري في ميزانية، أو على الأقل في مقترح ميزانية العام القادم 2024 إلى ما فوق 3% عما كانت عليه في هذا العام؟ هل هناك دلالة برأيك؟ أعتقد أن أهم الموضوع الذي نضعه في الاعتبار أن الرئيس بايدن ومقترحه بشأن الميزانية ليس لديه أي فرصة، هناك فرصة تصل إلى نسبة صفر، فبالتالي هذا ينطبق طبقا للواقع، وهذا ليس مفاجئا بالنسبة للرئيس بايدن. كل الرؤساء الآخرين قاموا بفعل نفس الشيء بشأن الميزانية، هناك تحديد للأولويات، وأعتقد أنه يمكن أن نتعلم من ذلك على وجه الخصوص أن نرى ما هي الأولويات تحديدا عندما يتعلق الأمر بالإنفاق الدفاعي. بايدن اختار أن يقترح الانتقادات بشأن كل الجانبين، لأحد الأجانب يقول أن الأمر أنه غير مسؤول أن يكون هناك ميزانية دفاعية تصل إلى حوالي تريليون دولار فيها بلادنا على المستوى المحلي، يمكن استغلاله بشكل مختلف في مجال الصحة والتعليم وغيرها. وهناك آخرين يقولون أن التهديدات تجاه الولايات المتحدة ومصالحنا مع حلفائنا قد ازدادت، وبالطبع هذه الزيادة في الميزانية الدفاعية ومع ازدياد التضخم هناك أعتقد أن يعد في حقيقة الأمر انخفاض في المصالح، فلابد أن يكون هناك إجماع سواء بالإنفاق المتزايد أو الحد من الإنفاق. سوف أعتقد أنه من وجهة نظري سوف يتم زيادة الإنفاق الدفاعي مستقبلا. سيد عبد الرحمن، ما هي النقاط التي تقول أنها غير منطقية في مقترح الميزانية؟ طبعا الميزانية عندما نتحدث عن زيادة الضريبة على أصحاب الدخول العليا، أنا في تقديري هذا مطلب موضوعي جدا، سيما أنه الإحصاءات التي صدرت مؤخرا أثبتت أن هناك شكل أشكال التباين الكبير جدا في مستويات الدخل في المجتمع الأمريكي. هناك نسبة قليلة جدا من الأثرياء ثراء فاحش، وهناك نسبة ضخمة جدا من الفقراء ومن الطبقة الوسطى. فأنا في تقديري أنا شخصيا من مع أصحاب هذا أو من المؤيدين لهذا الرأي أنه يجب أن يتم زيادة نسبة الضرائب. لكن هل هذا يناسب فترة انتخابات رئاسية؟ نعم يناسب، لأنه أنا كما أسلفت يعني المتضررين من هذه النسبة هم نسبة قليلة جدا، يعني تقل عن 1% من المجتمع. يعني هو لكن هم المولون لهذه الانتخابات للحملات على الأقل. صحيح، ولكن هو أنا كما ذكرت هو الآن في هذه المرحلة هو يحاول أن يخاطب الجمهور. فالجمهور هو عندما يتحدث مع 99% ويقول لهم أنا أريد أن أرفع نسبة الضرائب على كل شخص يزيد دخله السنة من 400,000 دولار، في تقديري هذا الشيء سوف يكون له مردود إيجابي لدى الجمهور. هذه نقطة. النقطة الثانية التي أيضا أنا لا أرى فيها بأسا هو مسألة زيادة الدخل على الشركات من 21% إلى 28%. في تقدير الشركات يعني في طيلة الفترات الماضية المنطق الذي يتحدث عنه الجمهوريين
أنه نحن عندما نخفض الضرائب على الشركات فإن الشركات سوف تقوم بالاستثمار واستقطاب الموظفين والعمال، ولكن هذا الأمر لم يحدث. هذا الأمر لم يحدث، ورأينا كلنا أنه في الفترة بتاعت كورونا كل الدعم الضخم الذي تحصلت عليه الشركات لم يذهب في شكل مشاريع جديدة، ولم يذهب في شكل hiring، وإنما ذهب في شكل buy back للأسس بتاع الشركات، وهذا الشيء الذي جعل الأسهم بتاع الشركات ترتفع. هذا يقودني إلى المقترح الثالث اللي هو تحدث عن أنه يرفع نسبة الضرائب على برامج buy back. والbuy back هي برامج شراء الأسهم بالنسبة للشركات، يعني مثلا شركة مثل أمازون تقوم تقترح تقول انه اي شخص لديه صك لامازون نحن سوف نشتري هذا الصك. نعم. هذا شيء من شأنه طبعا انه يزيد نسبه الاسهم على لاصحاب الشركات او المستثمرين الكبار في الشركه، فهو هنا اقترح انه تزيد النسبه على هذه البرامج من 1% ل 4%. هذا الشيء في تقديري يصعب تحقيقه، انا لست ضده ولكن في تقديري هذا الشيء يصعب تحقيقه على ارض الواقع. النقطه الاخيره هي مساله زياده نسبه اقرار نسبه الفائده على unrealized asset أو unrealized capital gain. وهنا حتى يعني فصل الأمر للمشاهد العربي، هو يتحدث عن أنه هناك كثير من الشركات وحتى الأشخاص لديهم assets، لديهم أصول تم تضخيم قيمة هذه الأصول، يعني الواحد يكون اشترى سهم بقيمة 100 مليون، ولكن عمليا هذه الأسهم الآن قيمتها 100 مليون، فحصل زيادة في نسبة الأسهم بنسبة أكثر من 100%. القانون الضرائب الأمريكي لا يفرض تاكس على هذه الأصول ما لم يتم بيعها، فهو هنا يريد أن يفرض ضرائب على الكابيتال جين حتى قبل أن تباع. هذه المسألة أيضا صعب جدا تحقيقها لأنه على أرض الواقع يعني مكاسب ورقية، يعني هو مكاسب ورقية، وهو أيضا لم يخبرنا كيف سوف يعني ما هي القوانين التي سوف تضمن له أن التحقق من هذه unrealized capital gain، وكيف ما هي العوامل أو ما هي الوسائل التي سوف يستطيع من خلالها تطبيقها. هذا الأمر أيضا يعني أنا حتى باختصار سريع طبعا. هذا الأمر للأسف الشيء سوف أيضا يعني يؤثر على المستثمرين الأجانب، يعني نحن الآن كمية من المستثمرين الأجانب يأتون هنا لأمريكا ويستثمروا في أمريكا باعتبار أنها فيها بيئة استثمار جيدة. مثل هذه القوانين سوف تهز من سمعة أمريكا وسوف لن تجعل من أمريكا بيئة ملائمة للاستثمار، كثير من المستثمرين سوف يسحبوا أموالهم وربما ذهبوا إلى الصين، ربما ذهبوا إلى روسيا وهكذا. ففي تقديري هذه هي مختصر نعم. لملاحظاتي حول سيد كالفن، هذه الأفكار التي طرحها سيد عبد الرحمن جزء منها أو هذا المقترح لميزانية 2024 من قبل بايدن، هل يمكن أن نقرأ من خلاله أنه يريد استيعاب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتضخم الحاصل في الولايات المتحدة وفي العالم بأسره؟ نعم، أعتقد أن من خلال الميزانية الجديدة أن الرئيس بايدن والسياسة الاقتصادية له هناك اختلاف هائل بين رئيس بايدن والديمقراطيين وما يريدون تحقيقه وما يريد الجمهوريين تحقيقه. الرئيس بايدن يرغب في أن يضمن أن الأغنياء والأثرياء يدفعون نصيبهم من الضرائب، والجمهوريين يرغبون في حماية هذه الشركات على حساب الطبقة المتوسطة. وأعتقد هذه إحدى الرسائل الهامة الاقتصادية عندما ننظر إلى الطرف الآخر، ولا سيما اشتراك الولايات المتحدة ودعمها لأوكرانيا في الحرب الروسية الأوكرانية. أعتقد أنه اقترح 6 مليارات دولار إضافية من التمويل، ويمكن رؤية ذلك ويطرح المجال أمام النقاش الحاد بين كافة الأطراف وكثير من صناع السياسة الذين يتساءلون حيال هذه الأموال الضخمة التي ترسل لأوكرانيا وما يعنيه ذلك وما يجبرنا على الاستمرار في ذلك. فالرئيس بايدن وضع كل هذه الأمور أمامه، الأمر لا يتعلق فقط بأوكرانيا، لابد من تحقيق النصر، والأمر يمكن أن يتعلق كثيرا في نظر الكثير من الجمهوريين أن هناك إنفاق هائل ومتزايد. طيب يعني أنت تقول أن فرض مزيد من الضرائب على الأغنياء هو طبعا ضد الجمهوريين، لكن هو لا يختلف، لا يبتعد كثيرا عن أفكار اليسار الديمقراطي. سيد كالفن، نعم هو مختلف تماما. على سبيل المثال في عهد ترامب عندما الجمهوريين مرروا قانون الضرائب
كان ذو نفع لجمع الكثير من الأموال. يمكن أن نتذكر ما اقترحه بايدن الذي زاد معدل الضرائب بشكل طفيف على المليارديرات. ما يحدث في بلادنا خلال هذا الأسبوع؟ نعم. معظم الأمريكيين دفعوا الضرائب ودفعوا كل ما هو مستحق عليهم، ولماذا لا يدفع الأغنياء نفس الشيء بنفس النسبة؟ وهذا ما كافح بايدن له من أجله على مدار عامين، وهذه الأهداف الرئيسية لكل الحزب. طيب سيد عبد الرحمن، حتى مع كل هذه الأفكار، مع هذه ما توقعات بايدن في ميزانية العام القادم، لكن الميزانية ذاتها أيضا تتوقع ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة. هل هناك صعوبة ما في الولايات المتحدة لإقرار سياسات من شأنها أن تحتوي الأزمة الناجمة عن التضخم وارتفاع نسب البطالة؟ هو أنا لا أظن أنه الميزانية هي تعرضت لمسألة البطالة، ولكن الذي حدث أنه الخطاب أو الخطاب الذي أدلى به رئيس الاتحاد الفيدرالي في الكونغرس قبل يومين، هو تحدث عن نسبة البطالة. وصحيح هو يعني تحدث عن أنه هناك زيادة بالتطفيف في نسبة البطالة، ولكنه أوضح إلى أنه إذا ما قارنت نسبة البطالة مع انخفاض في مستوى التضخم فإنه فخطابه كان هو خطاب تطميني. ولكن للأسف الشديد على عكس ما جاء في خطابه، الأسواق لم تتعامل مع خطابه بصورة جيدة، وهذا لذلك رأينا مثلا خلال هذا الأسبوع حدثت نوع من أو حدثت لا أقول انهيارات، ولكن حدثت انخفاض في في في, في أسعار الأسهم بصورة عامة. ومن المتوقع كثير من المحللين يتوقعون أنه تحدث كارثة في أسواق الأسهم خلال 60 يوم القادمة. ففي تقديري هذه المسألة مرتبطة بالديناميكس بتاعت الاقتصاد الأمريكي أكثر من الميزانية. ولكن هنا دعني يعني أتطرق إلى نقطة أخرى. واحدة من الأشياء الغريبة التي وردت في الميزانية، الميزانية رصدت مبلغ أكثر من قرابة 790 مليار دولار لخدمات الدين. طبعا هذا المبلغ طبعا تضاعف كثير جدا بسبب زياده نسبه الفائده. فالاتحاد الفيدرالي حتى يكافح التضخم زاد نسبه الفائده بصوره كبيره جدا، والان نجد ان نسبه الفائده المرتفعه هذه تضر بالمواطن الامريكي، لانه الميزانيه تضمنت مبلغ ضخم جدا لخدمه الفائده، لانه انت الان تتحدث عن خدمه فوائد ضخمه جدا، وعلى العكس مما كان عليه الامر في فتره ما بعد كورونا حيث كانت نسبه الفائده ضعيفه جدا. ففي تقديري يبدو ان هناك ارتباط دائم يعني ما بين العلاج وما بين المرض، وهذا ما يجعل الامر اكثر تعقيدا هنا في الاقتصاد الامريكي. نقطه اخرى يجب التركيز عليها انه هذه الميزانية أو هذه المقترحات رغم أنها يعني طمنت شركات الدفاع وطمنت الكونغرس، ولكن بايدن بهذا المقترح جعل نفسه في مواجهة مفتوحة مع شركات الطاقة، ليس فقط شركات الطاقة والتي هي معروف عنها أنها أكثر تواؤما مع الجمهورين، ولكن حتى شركات التكنولوجي هي في الغالب تاريخيا هي أقرب للديمقراطيين. ولكن يعني أنا لا أكاد أن أتخيل أن CEOs لشركات التكنولوجي كيف سيبلعون هذا المقترح في زيادة الضرائب عليهم. فأنا في تقديري يبدو لي والله أعلم أن هذه الميزانية هي شكل من أشكال المناورة السياسية، وأنه بايدن سوف يقبل بالتنازل عن الكثير مما جاء في هذه الميزانية، ولذلك هو لو يعني أكثر من موقع في أكثر من موضع في خطابه في أمس في بنسلفانيا لوح قال إنه هذا هو مقترحي وأنا سعيد إنه أسمع من مقترح الجمهوريين. نعم. وأنا على استعداد أن أتفاوض مع الجمهوريين، وكأن لسان حاله يقول هذا ليس الأمر صحيح. النهائي وأنا على استعداد. وكما قلت في البداية سيد عبد الرحمن، هذه مناورة سنوية تحدث دائما بين الديمقراطيين والجمهوريين على اختلاف من يحكم البيت الأبيض. سيد كالفن، قلت أنت منذ قليل أن هناك وهو ذلك حادث بالفعل وحاصل، هناك معارضة كبيرة وشديدة من قبل الجمهوريين داخل الكونغرس بشكل عام للدعم اللامحدود من قبل إدارة بايدن لأوكرانيا. برأيك هل سوف يستمر هذا الدعم اتساقا مع ما جاء في هذه الميزانية؟ نعم أعتقد ذلك. في الميزانية الجديدة سوف تكون هناك موافقة من الكونغرس على استمرار الدعم، وسوف نستمر في دعم أوكرانيا. لا أعتقد أن هناك بنفس المستوى من الدعم المالي الذي رأيناه في الماضي، لأن المعارضة
وبعض وجهات النظر المعارضة وصناع السياسات. سوف يكون هناك بعض الأمور الخاصة بصناع السياسات والقرارات الجمهوريين الديمقراطيين الذين يدعمون استمرار الدعم. أعتقد أن الدعم سوف يستمر، ولكن هناك نقاش حاد بشأن كيفية تقديم الدعم وشكل الدعم، وفي الشكل النهائي سوف يستمر الدعم. هل يستطيع الجمهوريين داخل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريين الآن في وضع إطار لحدود هذا الدعم الموجه إلى أوكرانيا؟ يمكن، أعتقد أن يمكنهم ذلك، يمكن تحديد وضع حدود على هذا الدعم ويمكن إيصاله إلى صفر. أعتقد أن هذا الدعم إحدى المبادرات من الرئيس بايدن وعدد من الجمهوريين واتفقوا على دعم أوكرانيا ماليا، وما سوف يحدث أيا كانت المبالغ التي يتفاوضون حيالها لابد أن يضعوها وضع في ظل إرشادات بشأن الإنفاق لإرضاء الديمقراطيين الذين لا يرغبون في دعم أوكرانيا. طيب سيد عبد الرحمن، هل يمكن أن نقرأ أيضا في مقترح ميزانية بايدن للعام القادم أنه، أنت قلت في البداية أنه يريد استقطاب ربما الجمهور العام في الولايات المتحدة، لكن فيما يتعلق بالشركات وأنت قلت أيضا أن هناك فرض ضرائب كبيرة وتصاعدية على الشركات، كيف يمكن النظر في إطار الانتخابات القادمة، الانتخابات الرئاسية القادمة؟ وحتى هذه اللحظة لم يقول بايدن أنه سوف يشارك فيها، لكن على الأقل الحزب الديمقراطي قد يكون متورط في هذه الميزانية. صحيح، يعني الجواب على هذا السؤال صعب من جهتين، من جهة أنه الحزب الديمقراطي في داخله هناك شكل من أشكال الانقسام، يعني هناك البروغريسيف ديمقراط الذين يتزعمهم ساندر، بالتأكيد هم كثير من البنود التي وردت في هذه الميزانية هم ضدها، يعني هم يرون أنه يجب أن يتم دعم الجمهور ودعم الطبقات الدنيا بأكثر من ذلك. في المقابل أيضا هو سوف يجد معارضة من الجمهوريين كذلك، يعني فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لي، صحيح أنت يعني النقطة التي ذكرتها نقطة ذكية، أنه في نهاية الأمر لا يستطيع أن يحرق جسور التواصل بينه وبين الشركات، لأن الشركات هي التي سوف تضمن له التمويل للحملة الانتخابية، وهذا ما يجعلني يعني مطمئن، أو ليس مطمئن ولكن يجعلني أزعم أنه سوف يتخلى عن كثير من الأشياء التي تتعلق بالشركات في هذه الميزانية، سوف يعني يقلصها أو ربما يعني ينسفها تماما. أما بالنسبة للخطاب مع الجمهور، يعني هو الآن الجمهور الأمريكي يعني الانفليشن يهدد المواطن الأمريكي، يعني المواطن الأمريكي الذي كان يذهب ويشتري من البقالة كل مشترياته بصورة سهلة، الآن المواطن الأمريكي يعاني كثيرا، والمعاناة هذه لم تعد محدودة حتى على الفقراء، ولكن حتى أصحاب الدخل المحدود أو الطبقات الوسطى الآن أصبحت تعاني. فلذلك كان يجب على بايدن أن يعني يطربهم ويأتي بناراتيف أو يأتي بخطاب يطمنهم ويبين لهم أنه التزاماته القديمة التي التزم بها هو عندها. ولذلك هو هناك نقطة مهمة، يعني هو عندما تحدث وقال أنه أنا على الاستعداد للتفاوض مع الجمهوريين، ذكر عادة وذكر قال أنه بمسألة الضمان الاجتماعي والهيلث كير هذه مسألة محسومة لن أتنازل عنها ولن أساوم فيها. وطبعا هناك في المقابل الجمهوريون يرون أن المسألة أصلا قضية في الاقتصاد الأمريكي لا تكمن في الإيرادات ولكن تكمن في المصرفات، يعني هم يرون أنه الذي يقعد بالاقتصاد الأمريكي هو أن هناك مصرفات أكثر من اللازم سواء كان في شكل برامج اجتماعي، نعم هناك إنفاق أكثر من اللازم سواء كان في برامج الدعم الاجتماعي أو كذلك في الدولة المتمددة. فنحن أمام رؤيتين مختلفتين أو مدرستين اقتصاديتين مختلفتين. أنا أختم وأقول أنه الأمام حبلة أمامنا، الأيام حبلة أمامنا وسوف نرى الكثير. صحيح. ولكن المسألة كلها تعتمد على من هو الذي سيكون مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة. إذا كان بايدن فيعني المسألة سوف تكون صعبة عليه كثيرا. سأعود إليك لأسألك عن نقاط التماس بين الجمهوريين والديمقراطيين في هذه الميزانية، لكن أذهب إلى سيد كالفن. سيد كالفن، هل الخطاب المتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وبناء القدرات الدفاعية للولايات المتحدة وأن الصين هي العدو الرئيسي والاستراتيجي للولايات المتحدة، هل ذلك يقنع الأمريكيين بصرف قرابة 850 مليار دولار في الموازنة القادمة؟ يعني
هناك الكثير من الأمريكيين الذين يعتقدون أن هذا الإنفاق مبالغ فيه بشأن الإنفاق العسكري والدفاعي. الأمر ليس بالجديد، الكثير من الأمريكيين شعروا بذلك على مدار أعوام في كلا الحزبين، وأعتقد أن الأمريكيين وصناع السياسات يتفهمون تماما أن في هذا الوضع الحالي أن الصين هي تهديدا أمنيا للولايات المتحدة وكذلك روسيا. الرئيس بايدن وميزانيته تعكس هذا من خلال هذه التهديدات، أنها أولوية في هذه الميزانية، وحتى مع ذلك في الولايات المتحدة الذين يفضلون إنفاق أقل على الدفاع والمؤسسات العسكرية يعلمون تماما أنه يمكن استثمار هذه الأموال لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا في الباسيفيك وبالقرب من حلفائنا في حلف أنيتو. ربما ذلك يقنع النخبة من الأمريكيين، لكن الناخب الأمريكي الذي سوف يذهب إلى صندوق الاقتراع ويصوت لأي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، هل يقنعه هذا الحديث الدفاعي والعسكري؟ نعم، أعتقد أنه أمر مقنع، لأن الكثير من الأمريكيين يتفهمون أنه بالطبع الغب في الكثير من الإنفاق هنا داخل البلاد لمجابهة كافة التحديات، وأعتقد الأمريكيين جميعا يتفهمون أن هناك أمن داخلي ولن يتحقق ذلك بدون ضمان أمننا الخارجي، وذلك من خلال الدعم القوات العسكرية للدفاع عن ضد هذه التهديدات والتحديات، والكثير من الأمريكيين يتفهمون ذلك تماما. والأمر يتعلق بصناع السياسة لوضع الحجج المقنعة لهذا الحجم من الإنفاق، وأعتقد أن الأمريكيين يتفهمون ذلك تماما. طيب سيد عبد الرحمن، كان سؤالي الموجه لك ما يتعلق بنقاط التماس بين الديمقراطيين والجمهوريين في هذه الموازنة أو مقترح الموازنة. أنا في تقديري نقاط التماس هي مسألة دعم الجيش ودعم المقدرات العسكرية، يعني كلا الطرفين مؤمنين تماما أن المواجهة القادمة مع الصين هي مسألة أصبحت في حكم الأمر الواقع، وأن الهجوم أو الاحتلال الروسي لأوكرانيا يعني مهد الطريق أمام الصين لفعل الأمر نفسه مع تايوان. وفي تقديري أن هذه مسألة تخص الأمن القومي الأمريكي بغض النظر عن يعني جمهوري موقف الجمهوريين او الديمقراطيين، كلهم يعني يتفقوا في هذا الامر. فلذلك راينا انه حتى في فتره ترامب، والذي يعني حاول جاهدا ان يخفض ميزانيات الدفاع، ولكنه كان يفشل في كل مره، يعني في كل مره كان يضطر انه يرضخ لجنرالات وزاره الدفاع ويزيد ميزانيات الدفاع لهم. فهذه واحده من النقاط. النقطه الثانيه التي يتماس فيها الحزبين هي مساله خفض الدين العام. يعني الدين العام الأمريكي الآن أصبحت مسألة مقلقة جدا لدى الحزبين، وكل ما جاء رئيس أمريكي جديد كل ما وجد أنه يعني هذه مسألة يعني حمولة ثقيلة عليه، يعني تمنعه من أنه يحقق الوعود الانتخابية التي قضى على شعبه. فأنا في تقديري هذه الموازنة، طبعا بايدن يزعم أنه هذه الموازنة سوف تحقق خفض في 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 الدين العام بالنسبه بواقع 3 تريليون في العقد القادم، ولكن طبعا ترامب ايضا يعني وعد بذلك. يعني هناك نقطه اخيره انا اريد ان اختم بها، وهي انه نعم انه دائما يعني الجمهوريون يعني في محاوله منهم لانهم يصفوا الخطط الديمقراطيه انها خطط فاشله، دائما يشيرون بالمقارنة بين ولايتين، ولاية كاليفورنيا ولاية تكساس. ولاية تكساس هي معقل الجمهوريين، كاليفورنيا هي معقل الديمقراطيين. كاليفورنيا تشهد أزمة اقتصادية كبيرة، تشهد ديفيسيت كبير جدا، الخدمات في كاليفورنيا في حالة تدهور، بينما تكساس تشهد انتعاش، وكثير من المواطنين من كاليفورنيا الآن يرحلون إلى تكساس. ففي تقديري هذه هي واحدة من النقاط الذكية للمقارنة بين المزجين. شكرا جزيلا السيد عبد الرحمن محمد الخبير الاقتصادي، كنت معنا من تكساس، شكرا جزيلا لكل هذه التفاصيل. والسيد كالفن دارك الخبير الاستراتيجي كان معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما على إفراء هذا النقاش، وطبعا الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الأعزاء على هذه المتابعة في هذه الحلقة من هذا المساء. شكرا لحضراتكم مني همام جاهد، إلى اللقاء.